السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. مثل ما وعدتكم إن شاء الله اليوم الدرس الأول من دروس قواعد اللغة العربية للصف الثالث متوسط، الدرس الأول اللي هو الميزان الصرفي. طبعا هذا الموضوع احنا ماخذينه في الصف الثاني متوسط، إن شاء الله اليوم راح نشرحه بطريقة مفصلة، إضافة إلى بعض الملاحظات الجديدة اللي راح ناخذها اللي هي الحذف. فراح ندرس هذا الموضوع بالتفصيل، لأن طبعا أكو طلاب ناسين هذا الموضوع، وكذلك الطلاب الخارجي اللي ما عندهم أي فكرة عن هذا الموضوع. إن شاء الله اليوم راح يكون الدرس مفهوم واضح. زين، أول شيء نعرف الميزان الصرفي. الميزان الصرفي هو ميزان توزن به الكلمات العربية، يعني الكلمات العربية إلها وزن، إلها وزن. فشلون نوزن هذه الكلمات العربية؟ طبعا راح نوزنها شلون؟ هذا الميزان، الميزان اللي احنا نستعمله بحياتنا اليومية، اللي من نشتري مثلا مواد غذائية، الفواكه، الخضروات، نستعمل الميزان. نضع مثلا المواد في كفة، والكفة الثانية اللي بيها الأوزان، اللي مثلا الكيلو، نص كيلو، الكيلوين، الخمس كيلوات. فهنا حتى تتوازن هذه الكفة ويا الوزن لازم تكون متساوية. زين، فهنا كذلك الكلمة راح نوزنها، الكلمة راح نوزنها، الوزن مالتنا هو فعلة، الوزن هو فعلة. إذا الوزن الصرفي اللي راح نستعمله هو فعلة. طبعا فعلة متكون من ثلاثة حروف اللي هو الفاء والعين واللام. هذا الفاء والعين واللام هو الوزن، لازم شي يساوي، لازم يساوي الكلمة. شلون يساوي الكلمة اللي نريد نوزنها؟ الفاء لازم تقابل الحرف الأول من الكلمة، والعين تقابل الحرف الثاني، واللام تقابل الحرف الثالث. يعني شلون؟ مثل كلمة كتبة، هسه هذه كتبة أريد أوزنها، أخليها بالميزان، أخلي هنا كلمة كتبة، الوزن مالتنا راح يصير فعلة، فعلة. لاحظوا إن هذه الكتبة تتكون من ثلاثة حروف، هنا فعلة تتكون من ثلاثة حروف. زين، هنا عندنا هذه الفاء تقابل الكاف، والعين تقابل التاء، واللام تقابل الباء. فكتبة الوزن مالتها فعلة. لاحظوا حتى نفس الحركات، يعني نفس الحروف، يعني الفاء تقابل الكاف الحرف الأول، والعين تقابل التاء الحرف الثاني، واللام تقابل الباء الحرف الثالث، ونفس الحركات. فكتب الوزن مالتها فعلة، كتب الوزن مالتها فعلة، صارت متساوية، يعني باللفظ متساوية، كتب فعلة. صار واضح؟ فهذا هو الوزن، وزن الكلمة، يعني أنا أوزنها بالوزن اللي هو فعلة، لازم تكون مطابقة إلها، يعني من ألفظها مطابقة إلها. زين، هنا عندنا ملاحظة، عند وزن الكلمة نرجعها إلى أصلها، أي إلى الفعل الماضي. طبعا هذه القاعدة راح نحتاجها، راح نحتاجها بمحاضرتنا لهذا اليوم، اللي هي أنه إذا نريد نوزن كلمة وما نعرف شلون نوزنها، نرجعها لأصلها، يعني نرجعها للفعل الماضي. زين، ليش هنا طبعا الوزن هو فعلة متكون من ثلاثة حروف؟ ليش يعني هنا مختارين كلمة فعلة؟ ليش؟ لأنه أغلب الكلمات العربية أصلها، الجذر مالتها يتكون من ثلاثة حروف، أغلب الكلمات يتكون من ثلاثة حروف، إضافة إلى أنه فعلة تدل على الحدث، مثل جلسة، أكلة، نامة، شربة. فالفعلة يعني تدل على الحدث. صار واضح؟ فيكون الوزن هو فعلة. زين، هسه نجي إلى الكلمات التي توزن بالميزان الصرفي. احنا ذكرنا انه الكلمة توزن بالميزان الصرفي. زين، كل الكلمات اللغة العربية توزن بالميزان الصرفي؟ لا. هسه راح نوضح الكلمات التي توزن بالميزان الصرفي والكلمات التي لا توزن بالميزان الصرفي. اول شيء عندنا الكلمات التي توزن بالميزان الصرفي، هي اولا الاسماء المعربة والافعال المتصرفة، يعني الأسماء والأفعال، هذه الأسماء وهذه الأفعال توزن بالميزان الصرفي. الأسماء هي المعربة فقط. شنو المقصود بالأسماء المعربة؟ الأسماء المعربة هي الأسماء التي تتغير حركة آخره بتغير موقعه في الجملة، يعني كلمة
تتغير حركتها باختلاف موقعها بالجملة. يعني إذا جتنا في حالة رفع تكون ضمة، إذا جتنا في حالة نصب تكون فتحة، إذا جتنا في حالة جر تكون كسرة. هي نفس الكلمة بس تتغير حركتها باختلاف الجملة، باختلاف موقعها بالجملة. مثل جاء محمد، رأيت محمدا، سلمت على محمد. لاحظوا هنا عندنا محمد تغيرت حركة آخره، إذن يكون من الأسماء المعربة. زين، فهذه الأسماء المعربة توزن بالميزان الصرفي. زين، ثانيا الأفعال المتصرفة. شنو المقصود بالأفعال المتصرفة؟ هي الأفعال التي تتصرف إلى ماضي ومضارع وأمر. يعني فعل أقدر أحوله إلى ماضي ومضارع وأمر، مثل كتب. كتب فعل ماضي. زين، المضارع مالته يكتب، الأمر مالته اكتب. إذن هذه من الأفعال المتصرفة. مثل عندنا درس، يدرس، ادرس. شرب، يشرب، اشرب. فهذه الكلمات أو الأفعال هي أفعال متصرفة، لأن يعني تتصرف إلى ماضي ومضارع وأمر. فكذلك الأفعال المتصرفة توزن بالميزان الصرفي. زين، هسه عرفنا شنو الأسماء والأفعال التي توزن بالميزان الصرفي، بالميزان الصرفي العفو. هسه نجي إلى الكلمات التي لا توزن بالميزان الصرفي. ما هي الكلمات التي لا توزن بالميزان الصرفي؟ أولا الأسماء المبنية. احنا ذكرنا إنه المعربة توزن بالميزان الصرفي، أما المبنية لا توزن بالميزان الصرفي. شنو هي هذه الأسماء المبنية؟ طبعا الأسماء المبنية ما تتغير حركة آخره بتغير الموقع في الجملة، العلامة مالتها تبقى ثابتة. مثل إيش؟ مثل عندنا الضمائر اللي هي هو، هي، إياك. هذه الضمائر تكون من الأسماء المبنية، ما تتغير حركة آخره. كذلك الأسماء الموصولة مثل الذي، التي، اللاتي. هذه الأسماء الموصولة من الأسماء المبنية. زين، أسماء الإشارة، هذا، هذه، هؤلاء. هذه الأسماء ما تتغير حركة آخره، إذن من الأسماء المبنية التي لا توزن. زين، أسماء الاستفهام مثل من، ما، متى، أين. هذه الأسماء الاستفهام كذلك من الأسماء المبنية التي لا توزن. فعندنا الأسماء المبنية لا توزن بالميزان الصرفي. زين، هنا عندنا الأفعال الجامدة. يعني شنو الأفعال الجامدة؟ الأفعال الجامدة هي عكس الأفعال المتصرفة. الأفعال المتصرفة تتصرف إلى ماضي ومضارع وأمر، أما الجامدة من اسمها جامدة ما تتصرف إلى ماضي ومضارع وأمر. فهذه من اسمها جامدة، يعني الماضي مالتها ما يتحول إلى مضارع وأمر. مثل ليس، بئس، نعمة، عسى، حرى، حبذا. هذه الكلمات أو الأفعال العفو، هذه أفعال جامدة ما تتصرف إلى مضارع وأمر. زين، كذلك عندنا الحروف. الحروف بأنواعها لا توزن بالميزان الصرفي. مثل إيش؟ عندنا حروف الجر، المن والعلى والإلى. زين، والحروف المشبهة بالفعل اللي هي إن أخواتها وكان أخواتها. عندنا أحرف العطف وحروف النصب والجزم. هذه الحروف بأنواعها لا توزن بالميزان الصرفي. صار واضح؟ كذلك عندنا الأسماء الأجنبية. الأسماء الأجنبية لا توزن بالميزان الصرفي. مثل إيش الأسماء الأجنبية؟ مثل كلمة لويس، يعني اسم أجنبي. مثل جوليت، مثل عندنا فرنسا، بغداد. هذه الأسماء هي أسماء أجنبية لا توزن بالميزان الصرفي. إذن الكلمات التي لا توزن بالميزان الصرفي هي الأسماء المبنية والأفعال الجامدة والحروف والأسماء الأجنبية. هسه بعد ما عرفنا شنو هي الكلمات التي توزن بالميزان الصرفي والكلمات التي لا توزن بالميزان الصرفي، هسه نجي الى قواعد وزن الكلمات. يعني شلون نوزن الكلمه؟ احنا ذكرنا انه الكلمه لها وزن. زين، شلون راح نوزنها؟ عندنا هذه القواعد. القاعده الاولى، اذا كانت الكلمه مكونه من ثلاثه احرف اصليه وخاليه من الزياده. يعني عندنا كلمه، هذه الكلمه حروف مالتها اصليه. يعني شنو المقصود بالحروف مالتها اصليه؟ يعني ما أقدر أحذف أي حرف من حروفها. إذا حذفت أي حرف من حروفها الكلمة تفلشت بعد، ما إلها معنى. مثل هنا عندنا كتبة، إذا أريد أحذف الكاف شو تصير؟ تبة. زين، إذا أريد أحذف الباء شو تصير؟ كتة. فما يعني إلها معنى. صار واضح؟ فهذه الحروف الكاف والتاء والباء هذه حروف أصلية، حروف أصلية. مثل عندنا رسمة، ضربة، نامة، درسة. هذه الحروف هي حروف أصلية، يعني مو زايدة. زين،
في هذه الحالة شلون راح يكون الوزن؟ أجيب الوزن مالتنا اللي هو فعله، الوزن مالتنا هو فعله، فش راح يصير؟ هنا عندنا هذه الفاء راح تقابل الكاف، والعين راح تقابل التاء، واللام راح تقابل الباء، فكتبه راح يصير فعله. هنا أضيف نفس الحركات اللي موجودة بالكلمة أضيفها بالوزن، نفس الحركات اللي موجودة بالكلمة أضيفها بالوزن، صار واضح؟ فهنا عندنا كاتبة صير فاعلة، هذا الوزن مالته. زين، عندنا هنا رسمة كذلك، هنا عندنا هذه الحروف مالته حروف أصلية. زين، فشون أوزنها؟ أجيب الوزن اللي هو فعلة، نفس هذه الحركات أضيفها بالوزن. فهنا عندنا الحروف مطابقة، يعني هذا يتكون من ثلاثة حروف وهذا كذلك يتكون من ثلاثة حروف، فالراء تقابل الفاء، والسين تقابل العين، والميم تقابل اللام، هذه الحروف كاملة. زين، شنو أسوي؟ هنا أضيف الحركات، أضيف نفس الحركات الموجودة بالكلمة أضيفها بالوزن، رسمة صير فاعلة. زين، هنا عندنا ضربة، ضربة كذلك هنا عندنا الوزن مالتها هو فعلة، فشنو أسوي؟ أجيب الوزن وأنقل نفس الحركات. هنا عندنا الفاء اللي تقابل أول حرف، هنا ضمة، هنا أخلي على الفاء ضمة، ثاني حرف اللي هو العين هنا كسرة أخلي كسرة، ثالث حرف اللي هو الباء هنا فتحة أخلي فتحة، صار واضح؟ تصير فعلة، ضربة تصير فعلة، نفس الحركات أضيفها بالوزن. زين، هنا عندنا نامة كذلك متكون من ثلاث حروف، إذا الوزن مالتنا اللي هو فعلة متكون من ثلاثة حروف، هنا فقط إنه أني أنقل الحركات، فعل نامة تصير فعلة. زين، هسه هنا عندنا درسة، درسة كلمة متكونة من ثلاثة حروف أصلية، شو عرفتها أصلية؟ ما أقدر هنا أحذف أي حرف من الحروف، إذا حذفت الراء صارت رس، رسة، مو كلمة واضحة وما بيها معنى، هنا شو تصير؟ درة، يعني هنا تفلشت الكلمة، إذا هذه حروف أصلية. زين، فهنا شلون أوزنها؟ بما أنه هي من ثلاثة حروف، إذا راح يكون الوزن هو فعلة، فعلة. زين، شو اللي أسوي؟ فقط أنه أنا أضيف الحركات، شو تصير هنا؟ فعلة، درسة الوزن مالتها هو فاعلة، صار واضح؟ هذه الحالة الأولى سهلة، ليش سهلة؟ لأن هي أصل من ثلاثة حروف، والوزن مالتنا هو كذلك من ثلاثة حروف، فقط أنه أنا أضيف الحركات. الحالة الثانية، إذا كان الفعل مكون من ثلاثة حروف كذلك، لكن حرفه الثاني يكون مشدد، الحرف الثاني من الكلمة يكون مشدد يعني عليه شدة، فش راح يكون الوزن؟ راح يكون الوزن هو فعلة، يعني راح نخلي كذلك الشدة بالوزن. فهنا عندنا هذه الأمثلة، مثل كلمة قدمة، قدمة هنا عندنا هذه الكلمة من نشوفها متكونة من ثلاثة حروف، لكن هنا باللفظ من نقول قدمة هنا عندنا هذه الدال، الدال هي مشددة، يعني شنو؟ يعني هذه الدال مكررة مرتين، هذه الدال مكررة مرتين، شلون؟ لاحظوا باللفظ قدمة، قد دمة، يعني هنا لفظت الدال مرتين، لذلك هنا عندنا الدال عليها شدة. زين، في هذه الحالة من نريد نوزنها شو نسوي؟ بما انه هنا نشوف احنا ثلاثة حروف، اذا راح نقول فعلة فقط انه انا هنا انقل الشدة بالوزن، هنا عندنا الشدة بالحرف الثاني، اذا هنا راح تكون الشدة بالحرف الثاني من الوزن، فهنا تعامل الشدة معاملة الحركات، يعني مثل هنا احنا ننقل الحركات، هنا كذلك راح ننقل الشدة كأنما هي حركة، صار واضح؟ مثل هنا عندنا علمة، علمة هنا عندنا الكلمة متكونة من ثلاثة حروف، لكن الحرف الثاني يكون مشدد، معناته شنو؟ معناته هذه اللام مكررة، علمة، علمة، هنا الفظ اللام مرتين، إذا هنا عندنا اللام مشدد، فهنا من نضيف الوزن راح تصير هنا كذلك الوزن فعلة، وأنقل فقط الشدة، هنا عندنا الشدة بالحرف الثاني، أخلي الشدة بالحرف الثاني من الوزن، صار واضح؟ هنا عندنا حطمة، حطمة، هنا عندنا الطاء عليها شدة، هنا الوزن مالتها كذلك الفعل الثاني، العفو الحرف الثاني من الوزن راح يكون عليها شدة، يعني هنا عامل الشدة معاملة الحركات. زين، فهنا عندنا الفعل هو سلمة، سلمة، هنا عندنا سلمة الحرف الثاني مشدد،
فمن اريد اوزنه بما انه هو يتكون من 3 حروف اذا راح يكون هنا عندنا فعله وعندنا هذه الشده اخليها بالحرف الثاني، مثل هنا عندنا الشده بالحرف الثاني بالوزن كذلك اخلي الشده بالحرف الثاني. صار واضح عندنا هذه الحاله اذا كان الفعل مكون من 3 حروف والحرف الثاني مشدد، ففي هذه الحاله راح يكون الوزن فعله وفقط انه انا انقل الشده، يعني راح تكون مثل الحركه. اما اذا كان الفعل مكون من حرفين، هنا الفعل مكون من حرفين والحرف الثاني مشدد، هنا ايش راح نعتبر الشده اللي هي الحرف المكرر؟ راح نعتبره هو الحرف الثالث في الميزان. يعني مثل ايش؟ مثل كلمه حبه، هنا حبه متكونه من حرفين، متكونه من حرفين الحرف الثاني مشدد. هذه الشده اللي هنا شنو تدل على انه هذا الحرف مكرر مرتين؟ هاي الشده تدل على انه هذا الحرف مكرر مرتين، اذا ايش قد صارت؟ صارت 3 حروف. يعني هنا كلمه حب ب حب ب، لاحظوا هنا لفظت الباء مرتين حصير حبب، زين فهنا شنو صار؟ صار 3 حروف، صار هنا عندنا 3 حروف، اذا الوزن راح يصير فعله، الوزن راح يصير فعله اللي هو متكون من 3 حروف. اذا في هذه الحاله اذا اجى هنا كلمه متكونه من حرفين والحرف الثاني مشدد، يعني انه هذا التشديد الحرف المشدد معناته مكرر مرتين، فافتح التجديد يعني شنو صار؟ صار 3 حروف 1 2 3. اذا من اريد اوزنها انقل الحركات، حببه راح اصير فعله. زين مثل كلمه عده، عده متكونه من حرفين الحرف الثاني مشدد، اذا هذا الحرف الثاني المشدد معناته مكرر مرتين، فافتح التجديد راح اصير عدده، عدده يعني هذه الدال مكرر مرتين، اذا هسه هاي عدده اقدر هنا اوزنها، اوزنها بالميزان اللي هي فعله، فقط انه انا انقل الحركات، عدده راح اصير فعله. مثل هنا عندنا كلمه ظله، ظله متكونه من حرفين، تلاحظون انه الحرف الثاني هو مشدد، معناته انه الحرف الثاني مكرر مرتين، فهسه صار من 3 حروف، اذا هنا راح اقدر اوزنها بالوزن فعله، فقط انه انا اضيف الحركات. صار واضح؟ هذه طريقه وزن الكلمات. طبعا بالسؤال شلون يجيني؟ بالسؤال يقول مثلا زن الكلمات، يعطيني كلمه ويقول اوزنها، فانا هنا اشوف الكلمه يا حاله من الحالات تنطبق عليها، اذا اشوفها مكونه من 3 حروف اذا هنا عندنا الشده راح تعامل معامله الحركه، يعني فقط انزل الوزن واضيف الشده. اما اذا لا شفتها من حرفين والحرف الثاني مشدد، هنا شو راح اسوي؟ راح افتح التجديد واضيف الوزن اللي هو فعله. لاحظوا هنا تتبعون كل زين، هنا اذا كان من حرفين وافتح التسجيل بعد هنا الشده ما اخليها بالوزن، هنا الشده ما خليتها بالوزن، هنا عاملت الشده كانما هي حرف ثالث، هنا صارت حركه مثل الحركه، هنا لا من اذا من حرفين الشده عاملتها معامله حرف ثالث، حولتها الى حرف ثالث، فهنا الشده ما راح اضيفها بالوزن، الشده ما راح تنضاف بالوزن. صار واضح؟ هذه ملاحظه مهمه. هسه نجي الى الحالة الثالثة، اذا كانت الكلمة مكونة من 4 احرف وهذه الاحرف هي اصلية يعني مو زائدة، فهنا راح يكون الوزن هو فعلل، الوزن راح يكون فعلل، اي نضيف لام هنا شنو عندنا الوزن؟ الوزن هو فعلة، الوزن هو فعلة. زين بما انه هي متكونة من 4 احرف فحتى اساوي الاحرف فراح اضيف لام ثانية، اضيف لام ثانية للوزن فراح يصير فعلل، فعلل. زين هذا شو وقت هنا راح يكون الوزن فعلل؟ اذا كانت الكلمة مكونة من 4 احرف وهذه الاحرف هي اصلية. زين شو نعرفها اصلية؟ مثل كلمة دحرجة، دحرجة تتكون من 4 احرف 1 2 3 4. زين هسه اريد اعرف هاي اصلية لو مو اصلية. هنا اذا حذفت اي حرف من هذه الحروف راح الكلمة تتفلش، ما راح يصير إلها معنى. صار واضح؟ يعني إذا حذفت الدال راح يصير حرجة، إذا حذفت الجيم راح يصير دحرة، يعني راح تتغير معنى الكلمة، تتغير معنى الكلمة. إذن
فهنا عندنا هذه الحروف الأربعة هي حروف أصلية مو حروف زائدة، زين متكونة من أربعة حروف، زين الوزن هو فعلة، الفعلة متكون من ثلاثة وهذه متكونة من أربعة، إيش راح أسوي؟ راح أضيف لام ثانية للفعل فراح أصير فعلل، راح أصير فعلل، إذن الوزن مالته راح يصير فعلل، الوزن فعلل، فهنا عندنا دحرج راح أصير فعلله، دحرجة فعلله، هنا مثل ما الحركات أضيفها بالوزن، دحرجة فعلله، زين مثل كلمة جعفر، جعفر متكون من أربعة حروف وهذه الحروف هي أصلية، يعني ما أقدر أحذف أي حرف من الحروف، إذا حذفت حرف معناتها الكلمة ما لها معنى، إذن هذه حروف أصلية، ما دام حروف أصلية ومتكون من أربعة حروف إذن الوزن راح يصير فعلل، جعفر فعلل، زين مثل عندنا بعثرة، بعثرة كذلك متكون من أربعة حروف وهذه الحروف هي أصلية، زين في هذه الحالة راح يكون الوزن هو فعلل، هنا عندنا بعثرة فعلل، أضيف نفس الحركات اللي موجودة بالكلمة أضيفها بالوزن، زين مثل عندنا كلمة زلزلة، زلزلة متكونة من أربعة حروف، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هذه الحروف هي أصلية، يعني ما أقدر أحذف أي حرف من الحروف، إذن حروفها أصلية، زين ما دام هي متكونة من أربعة حروف وهذه الحروف هي أصلية، إذن راح يكون الوزن هو فعلل، فعلل، هنا عندنا زلزلة فعلل. أما الحالة الرابعة، إذا كانت الكلمة مكونة من خمسة أحرف أصلية، يعني كلمة بها حروف أصلية ما بها حروف زائدة، فراح يكون الوزن هو فعلل، فعلل، أي زيادة لامين للوزن الصرفي، الوزن الصرفي هو فعل، فهنا ما راح نضيف لام واحدة، لا راح نضيف لامين، فتصبح ثلاثة لامات، فعلل، إذن هنا شنو عندنا؟ عندنا ثلاثة لامات، زين هل يجوز إنه إحنا نكتب ثلاثة لامات في اللغة العربية؟ لا لا يجوز إنه نكتب ثلاثة لامات. فتضغم اللامين، هذه اللام وهذه اللام تضغم فتصبح واحدة مشددة، فهنا عندنا هذه اللام أصبحت مشددة، يعني هذه اللام مكررة مرتين فراح تصير فعللة، زين هسه هذه هنا عندنا كم حرف صارت؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هسه أقدر أوزن بها الكلمة المكونة من خمسة أحرف لأن صارت هنا الحروف خمسة وهنا عندنا الوزن خمسة، صار واضح؟ إذن هنا عندنا من يقول زين الكلمات ينطيني سفرجل، سفرجل منين متكونة؟ متكونة من خمسة حروف، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، زين هذه الحروف هي حروف أصلية، ما أقدر هنا أحذف أي حرف من الحروف، إذا حذفت حرف من الحروف إذن راح الكلمة تتغير وما يصير إلها معنى، إذن هذه حروف أصلية ومتكونة من خمسة أحرف، زين فهنا لازم الوزن مالتي لازم يكون مكون من خمسة أحرف، زين هو الوزن فعلة، إش قد هنا أضيف لحتى يصير خمسة؟ راح أضيف للامين، أضيف للامين حتى يصير خمسة، زين يصير اكتب انه هذه الكلمه بهذا الشكل ثلاث لامات؟ لا، راح اكتب هنا عندنا اللام الاولى اسوي هنا عليها شده، يعني هذه اللام مكرره مرتين فراح يصير فعلل، صار واضح؟ زين عندنا فرزدق، فرزدق كذلك كلمه مكونه من خمسه احرف، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، هذه الحروف هي حروف اصليه اذا الوزن هو فعلل، زين عندنا غضنفر، هنا عندنا غضنفر كذلك اسم مكون من خمسه احرف وهذه الحروف هي أصلية، إذن الوزن راح يصير هو فعلل، صار واضح؟ فإذا كانت الكلمة مكونة من خمسة أحرف وهذه الأحرف هي أصلية، إذن الوزن مالته راح يصير هو فعلل. هسه نجي إلى الحالة الخامسة، إذا كانت الكلمة مكونة من حروف زائدة يعني مو أصلية، هنا نرجع الكلمة إلى أصلها أي إلى الفعل الماضي، يعني ينطيني كلمة، هذه الكلمة أريد أشوفها حروفها زائدة حروفها أصلية، هنا نرجع الكلمة إلى أصلها أي إلى الفعل الماضي ونضع الحروف الزائدة في الميزان بحسب موقعها. هسه راح نوضح هذه الملاحظة، ينطيني كلمة بها حرف زائد، شلون أعرف؟ هسه هاي منطيني هاي كلمة كاتب، أريد أعرف هذه الحروف أكو حرف من حروفها هي زائدة، أرجعها للفعل الماضي كتبه، كتبه الفعل الماضي مال كاتب هو كتبه، كتبه، زين شنو الحرف الزائد؟ هنا عندنا الكاف، هنا كاف، تاء هنا تاء، الباء هنا باء، شنو الزائد؟ الزائد هو الألف، الزائد هو هذا الألف
راح ينزل بالميزان الصرفي حسب موقعه. هنا الحرف الثاني بالوزن راح يصير الألف هو الحرف الثاني. زين، قبل لا نحل هذه الكلمة، هنا عندنا ملاحظة. الحروف الزائدة اللي تجي بالكلمات هي مجتمعة في كلمة سألتمونيها، يعني السين، الهمزة، اللام، التاء، الميم، الواو، النون، الياء، الهاء، الألف. هذه الحروف الموجودة في كلمة سألتمونيها هي تجي حروف زائدة في الكلمات. هنا شنو عندنا؟ الألف زائد. هنا عندنا هذا الألف هو الزائد. صار واضح؟ زين، فهنا حتى أعرف إنه هذه الكلمة بها حرف زائد أرجعها للفعل الماضي. كاتب، هنا صارت كتبة. عرفت شنو هنا الزائد؟ الزائد هو الألف. الزائد، الحرف الزائد هو الألف. زين، هنا كتبة من أريد أوزنها مو تصير فعلة. زين، فهنا كتبة فعلة. الزائد وين صاير؟ صاير الحرف الثاني. إذا هنا نفس الألف راح يصير هو الحرف الثاني بالوزن، فراح يصير فاعل. كاتب على وزن فاعل. كاتب على وزن فاعل. الحروف الزائدة ما توزن، لا، تنزل بالكلمة، تنزل، العفو، تنزل بالوزن، تنزل بالوزن. هنا عندنا الحرف الثاني هو الزائد، إذا هنا نضع الألف بالحرف الثاني بالوزن. صار واضح؟ أنا راح نوضحها بعد أكثر. هنا عندنا كلمة كتبة. كتبة هي على وزن فعلة. هذه ثلاثة حروف، هذه ثلاثة حروف. هنا عندنا الكتبة اللي هي فعل ماضي. هنا عندنا كاتب. كاتب، إذا هنا شنو عندنا الزائد؟ الزائد هو الأليف، يا حرف الحرف الثاني. إذا نخلي الأليف الحرف الثاني من الوزن، فش راح يصير؟ راح يصير فاعل. راح يصير فاعل. إذا هنا عندنا كاتب على وزن فاعل. هنا عندنا أكرم. هنا أنا أريد أعرف حروفها أصلية، حروفها زائدة، أرجحها للأصل مالتها، للجذر مالتها، الفعل الماضي اللي هو كرمة. كرمة. هنا شنو عندنا؟ الكاف. هنا عندنا كاف والراء، هنا عندنا راء والميم، هنا عندنا ميم. إذا من الزائد؟ الزائد هو الألف. الألف اللي هي في البداية هو الزائد. إذا هذا الألف راح ينزل بالوزن في بداية الوزن، فراح يصير هنا عندنا كرمة هو مو على وزن فعلة. زين، الحرف الزائد أنزله بالوزن، فراح يصير أفعل. أكرم على وزن أفعل. أكرم على وزن أفعل. هنا الحرف الزائد في بداية الكلمة، أخلي الحرف الزائد في بداية الوزن. صار واضح؟ زين، كلمة انتصر. انتصر، هنا أنا أريد أعرف بها حروف زائدة لو لا، أرجحها جذرها الأصلها اللي هو الفعل الماضي. هنا الفعل الماضي هو نصر. زين، نصر. هنا عندنا النون، هذه موجودة، وهنا عندنا الصاد، هذه هنا موجودة، وهنا عندنا الراء، هذه موجودة. إذا من الزائد؟ الزائد هنا عندنا الألف والتاء. الألف والتاء هو الزائد. فهذه الألف والتاء راح أنزلها بالوزن، راح أنزلها بالوزن حسب موقعها. يعني هنا عندنا الألف بالبداية، أخلي بالبداية. صار واضح؟ هنا عندنا هذه النون هي تقابل الفاء، الفاء بالوزن. زين، هنا عندنا التاء الحرف الثالث، فأخلي التاء الحرف الثالث بالوزن. وهنا عندنا الصاد اللي هي هنا عندنا تقابل العين، والراء تقابل اللام، فصير افتعل. انتصر على وزن افتعل. انتصر على وزن افتعل. هنا راح اوضحها اكثر. هنا عندنا انتصر. انتصر الماضي مالته هو نصره. نصره على وزن فعله. نصره على وزن فعله. هذه النون تقابل الفاء، والصاد تقابل العين، والراء تقابل اللام. زين، هنا شنو عندنا زائد؟ زائد عندنا الألف والتاء. الألف هو في البداية، أخلي هنا بالبداية. والتاء الثالث، فهنا أقول واحد اثنين ثلاثة، هنا أخلي التاء. فش يصير؟ افتعله. انتصر على وزن افتعله. صار واضح؟ هذا هو طريقة الوزن. زين، مثل هنا عندنا تدحرج. انتبهوا على كلمة تدحرج. هنا شنو عندنا؟ الزائد. أرجع للماضي. الماضي هو دحرجة. هو دحرجة. هذا الماضي دحرجة اللي هو متكون من أربعة حروف أصلية اللي ذكرناها بالحال الثالثة. دحرجة هو حروفه أصلية. شنو الزائد؟ الزائد فقط التاء.
التاء هو فقط الزائد. زين، هنا عندنا دحرجة. إذا نريد نرجع للملاحظة الثالثة، هنا عندنا دحرجة متكون من 4 حروف أصلية. هنا عندنا دحرجة متكون من 4 حروف أصلية. إيش يكون هنا إذا 4 حروف أصلية؟ على وزن فعلل، على وزن فعلل، يعني هذه الكلمة على وزن فعلل. هنا شنو أنا أضيف؟ هنا عندنا دحرج هو نفسها فعلل، هذه دحرج هو نفسها فعلل، هذه فعلل. الزائد من هذه الحروف أنزله بالوزن، فراح يصير هنا عندنا التاء بالبداية، هنا أنا أخلي التاء بالبداية، فتدحرج راح يصير تفعل، تفعلل عفوا، تدحرج تفعلل. صار واضح؟ زين، هنا عندنا سجود. سجود هنا أنا أريد أعرف هذه حروفها أصلية لو مو أصلية، أرجعها للماضي راح تصير سجدة، سجدة. زين، هسه راح أعرف هنا عندنا السين موجودة، الجيم موجودة، والدال موجودة. إذن شنو هنا عندنا الزائد؟ الزائد هو الواو، الزائد هو الواو، فهذه الواو راح أخليها بالوزن. هنا عندنا سجدة هي مو على وزن فعله، فعله F و أع و L، فعلة. هنا عندنا الواو الزائد أخليه بالوزن، وين صاير؟ صاير الثالث 1 2 3، فهنا راح أخلي الثالث الواو 1 2 3، فراح يصير فعول. سجود على وزن فعول، سجود على وزن فعول. هنا عندنا هذه الكلمة مثل كلمة مشاهد، مشاهد الفعل الماضي مالتها هو شهد، شهد. زين، يعني هنا شنو عندنا؟ عندنا إذا يكون على وزن فعلة، هذه شهدة على وزن فعلة. زين، إذا مشاهد يعني شنو هنا عندنا؟ الزائد، الزائد هو الميم، فراح أخلي هنا الميم بالبداية، ميم بالبداية، أخلي ميم بالبداية. وهنا عندنا الألف، هنا الحرف الثالث، فراح يصير مفاعل، هنا أخلي الألف في الحرف الثالث، فراح يصير مفاعل، مشاهد على وزن مفاعل. صار واضح؟ هسه هنا بعد ما وضحنا حالات الزيادة اللي هي راح تكون بالوزن، يعني إذا كانت من 4 حروف أصلية فنضيف لام واحدة، فهنا إذا كانت مكونة من 5 أحرف فراح نضيف لامين للوزن. هنا إذا بيها حروف زائدة راح نضيف الحرف الزائد نضيفه بالوزن. هسه هنا عندنا حالات الحذف، حالات الحذف. هنا راح نحذف الحروف من الوزن. هسه راح نوضح حالات الحذف. أولاً الفعل الماضي المبدوء بالواو، فعل ماضي مبدوء بالواو، فهنا عند التحويل هذا الفعل إلى فعل مضارع راح نحذف الواو ونحذف ما يقابله في الميزان الصرفي اللي هو الفاء. يعني هنا الحذف راح يصير الفاء في الميزان. مثل إيش؟ مثل كلمة وصلة. هنا عندنا وصلة فعل ماضي مبدوء بالواو، فعل ماضي مبدوء بالواو، هذه الحالة الأولى من حالات الحذف، فعل ماضي مبدوء بالواو. زين، هذا الفعل الماضي من أحوله إلى فعل مضارع ايش راح يصير؟ راح يصير يصل، يصل. الفعل الماضي وصل، الفعل المضارع هو يصل. هنا شنو صار؟ هنا حذفنا الواو، حذفنا الواو، من حولتها إلى مضارع انحذفت الواو. زين، من انحذفت الواو فهنا من راح أوزن هذه الكلمة؟ راح أحذف ما يقابله في الميزان الصرفي اللي هو الحرف الأول الفاء. يعني شنو؟ هنا راح أسويها، هنا عندنا وصلة على وزن فعلة، هنا عندنا هذه 3 حروف وهذه 3 حروف، هذه الفاء تقابل الواو والعين تقابل الصاد واللام تقابل اللام. زين، فهنا من حولتها إلى مضارع صارت يصل. هنا شنو حذفنا؟ حذفنا الواو. ما دام حذفنا الواو إذا راح أحذف الفاء. صار واضح؟ راح أحذف الفاء. زين، فهنا يصل شو راح يصير؟ اليصل هذه كلمة يصل، حرف زائد لو مو حرف زائد؟ حرف زائد، وذكرنا إنه الحروف الزائدة تنزل بالميزان. هنا من راح أوزن يصل؟ هذه الياء، طبعا هذه الياء هو حرف زائد، حرف زائد اللي موجود في كلمة سألتمونيها، لأن هذه الياء هي من حروف أنيتو. هنا لأن من أرجع هذه الكلمة إلى أصلها،
هنا راح يصير وصله، يعني هنا ما موجوده بالاصل الكلمه، ما موجوده يا، انا ليش خليت يا؟ من حولتها الى مضارع خليت يا. اذا هذه الياء هي من حروف المضارعه اللي هي الانيتو، اذا حرف زائد، ما دام حرف زائد اذا راح ينزل بالوزن، الحرف الزائد ينزل بالوزن، فهنا يصير ي، وهذه الفاء انحذفت فراح يصير يعل، يعل، يصل على وزن يعل، صار واضح؟ يصل على وزن يعل، هذا هو الوزن. فهنا عندنا وصل نحوله الى المضارع راح يصير يصل، بما انه هنا عندنا يصل الياء حرف زائده اذا راح تنزل بالوزن. زين، الحرف الواو ما دام حذفناها اذا راح نحذف الفاء في الميزان اللي قابله، اللي هو الحرف الاول اللي هو الفاء من فعله، الحرف الاول فاء، اذا الفاء راح يحذف، فراح يصير هنا عندنا يعلو، يعلو، يصلوا يعلو، صار واضح؟ زين، طبعا انا المفروض هنا اكتب يصل اللي هو وصل، يصل هنا عندنا يصل هو المضارع، هنا هذه الياء هو زائد، ما دام زائد اذا راح ينزل بالوزن راح يصير يعلو، يعلو، حذفنا الفاء، ما دام حذفنا الواو اذا راح نحذف الفاء في الميزان. زين، زين، هذه من حولناها الى فعل مضارع. زين، عند التحويل الى فعل امر راح نحذف الواو، كذلك الواو راح يحذف، راح نحذف الواو ونحذف الفاء في الميزان الصرفي، مثل كلمة صل، صل هي فعل أمر، صل هي فعل أمر. زين، هنا عندنا صل من حولتها إلى فعل أمر شنو حذفنا؟ حذفنا الواو، ما دام حذفنا الواو إذا راح أحذف الحرف اللي قابلها، إذا راح أحذف الحرف اللي قابلها اللي هو الفاء، فصل هي راح تكون على وزن ال، صار واضح؟ هنا محذوف الحرف الأول، إذا راح أحذف الحرف الأول في الوزن. هنا عندنا هسه الحالة الأولى، الفعل الماضي المبدوء بالواو، هنا شنو راح يحذف الواو؟ راح يحذف الحرف الأول من الوزن اللي هو الفاء. زين، هنا راح أوضحها كذلك في هذه الملاحظة. أحرف المضارع اللي هي أنيتو التي تأتي في بداية الفعل هي أحرف زائدة لا توزن، يعني هنا ما راح نوزنها هذه الحروف الزائدة، لا راح تنزل بالميزان، راح تنزل بالوزن. زين، هنا مثل كلمة وجده، وجده هو فعل ماضي يبدأ بواو، فعل ماضي يبدأ بواو. زين، المضارع مالته هو يجد وتجد ونجد وأجد، مبدوءة بأحد حروف أنيتو اللي هي الألف والنون والياء والتاء. زين، فهذه المضارع مالته، هذه هنا من أريد أوزنها هذه الحروف الزائدة اللي هي أنيتو راح تنزل بالوزن، راح تنزل بالوزن. فهنا أنا من أقول وجد هي مو على وزن فعل. زين، هنا بالمضارع من انحذفت الواو وخلينا هذه الحروف أنيتو، هذه حروف أنيتو زائدة فراح تنزل بالوزن، راح تنزل بالوزن. إيش راح يصير؟ راح يصير هنا عندنا الياء ننزلها بالوزن، والتاء ننزلها بالوزن، والنون ننزلها بالوزن، والالف ننزلها بالوزن. زين، هنا شنو حذفنا؟ مو حذفنا الواو، اذا راح تحذف الفاء، فايش راح يصير؟ راح يصير فقط العين واللام، فهنا يصير يعلو، هنا تعلو، هنا نعلو، هنا عندنا الف اعلو، هذه هو الوزن. فهنا عندنا يجدوا يعلو، تجدوا تعلو، نجدوا نعلو، أجد أعلو، صار واضح؟ هذه توضيح للملاحظة الأولى في الحذف. فهي هنا من اسمها حذف، يعني حذفنا حرف من حروف الوزن اللي هو الفاء. الحالة الثانية من حالات الحذف، إذا كان الفعل ماضي ومبدوء بالواو ومعتل الآخر، يعني راح يكون مكون من حرفين علة، الأول حرف علة اللي هو الواو، والآخر حرف علة، محتل الآخر يعني منتهي بحروف العلة اللي هي الألف والواو والياء، صار واضح؟ فعند التحويل إلى المضارع، يعني من نحول هذا الفعل إلى فعل مضارع راح نحذف الواو، وعند التحويل إلى الأمر راح يحذف الحرف الأول والأخير ويحذف ما يقابله في الميزان الصرفي ويبنى على حذف حرف العلة. هسه راح نوضح هذه الملاحظة، نوضحها في هذه الأمثلة، مثل هنا كلمة وقى، وقى
هنا متكونة من حرفين علة. أول شيء هو فعل ماضي مبدوء بالواو ونهايته حرف علة، فصار هنا عندنا حرفين للعلة، البداية والنهاية حرفين للعلة. زين، هذا الوقع من نحوله إلى فعل مضارع، شو راح يصير؟ راح يصير يقي، وقع راح يصير يقي. إذن شنو سوينا؟ حذفنا الواو، حذفنا الواو وهنا صارت يقي، هنا صارت ياء. ليش؟ هذه طبعا حرف زائد، حرف زائد، ليش خلينا نحولنا للمضارع فصارت يقي. زين، حذفنا الواو. من نحوله إلى أمر، هذا الوقع من نحوله إلى أمر، شو راح أحذف عند التحويل إلى أمر؟ راح يحذف الحرف الأول والأخير، يعني راح يحذف الواو والألف، الواو والألف اثنيناتهم راح ينحذفون. فش راح يصير بالأمر؟ راح يصير قي، فقط الحرف الوسط راح يبقى، فراح يصير قي. إذن وقع المضارع مالته هو يقي، الأمر هو قي. يعني هنا من أشوف كلمة قي، طبعا هذه كلمة، هذه من أشوف كلمة قي كلمة، هذا فعل أمر، شنو نحذف من عنده؟ نحذف من عنده الحرف الأول والحرف الأخير. فهنا شلون الوزن راح يكون؟ الوزن شلون راح يكون؟ هنا شنو حذفنا؟ احنا حذفنا الحرف الأول والحرف الأخير. زين، هو هنا راح أوضح، هنا عندنا وقع، هنا نقول على وزن فعل، هذه ثلاث حروف، هذه ثلاث حروف، هذه قابل الحرف الأول والحرف الثاني والحرف الثالث. زين، من حولناها إلى فعل أمر اللي هو قي، شنو حذفنا هنا؟ حذفنا الواو وحذفنا الألف، فهنا كذلك راح أحذف الحرف الأول وراح أحذف الحرف الثاني، فش راح يبقى؟ راح يبقى فقط الحرف الوسط. إذن هنا عندنا قي الوزن مالتها هو عي، صار واضح؟ قي الوزن مالتها هو عي، لأن هنا عندنا الوزن محذوف من عنده، إذا نحذف بالكلمة نحذف الحرف اللي قابلة بالوزن، حذفنا الحرف الأول نحذف الحرف الأول بالوزن، حذفنا الحرف الأخير نحذف الحرف الأخير في الوزن، فصار عندنا فقط العين اللي موجود بالنص، فشنا نقي على وزن عي، صار واضح؟ فهنا عندنا وقع المضارع مالته هو يقي، الأمر هو قي، إذن الوزن هو عي. زين، مثل كلمة وشا، وشا المضارع مالته هو يشي، المضارع هو يشي، هنا عندنا الواو حذفناها من حولناها إلى المضارع، من نحولها إلى أمر راح أحذف حرف الأول ويبقى فقط الحرف بالوسط اللي هو الشي، شي. إذن هنا عندنا الوزن راح يكون عي، فقط الحرف الأول الحرف الوسط من الوزن. زين، هنا كلمة وعى، المضارع مالته ايش راح يصير؟ راح يصير يعي، المضارع مالته راح يصير يعي. إذن شنو سوينا؟ حذفنا الواو، من نحولها إلى أمر راح أحذف الحرف الأول والحرف الأخير، فش راح يصير؟ راح يصير عي، وعى الأمر مالته هو عي، إذن الوزن مالته كذلك عي. ليش؟ لأن حذفنا الحرف الأول والحرف الأخير من الوزن فصارت عي، صار واضح؟ هنا كذلك راح أوضحها، خاف تكون مو واضحة. هنا وعى هو على وزن فعل. زين، من حولتها إلى أمر صارت وعى هي عي، لأن ليش؟ من حولها إلى أمر يحذف الحرف الأول ويحذف الحرف الأخير، فما دام حذفت الأول وحذفت الأخير إذن بالوزن كذلك أحذف الأول وأحذف الأخير، فصارت فقط العين موجودة، إذن هنا أقول إيه، صار واضح؟ هذه الحالة الثانية من الحذف. الحالة الثالثة من حالات الحذف، إذا كان الفعل ماضي معتل الآخر بالألف والياء، يعني فعل ماضي آخر ألف أو ياء، هنا عند التحويل الفعل الماضي إلى فعل أمر راح يحذف الحرف الأخير منه، يعني الحرف الأخير من الفعل الماضي راح أحذف اللي هو حرف العلة، راح ينحذف. ما دام هنا أنا أحذف الحرف العلة اللي هو الأخير، أحذف ما يقابله في الميزان الصرفي اللي هو لام الفعل، يعني هنا عندنا الميزان هو مو فعلة، الحرف الأخير هو لام. هنا أنا ما دام راح أحذف الحرف الأخير من الماضي، إذن أحذف الحرف الأخير من الوزن اللي هو اللام، يعني هنا راح تحذف اللام من الوزن، صار واضح؟ فهنا عندنا هذه أمثلة، مثل الفعل الماضي اللي هو قضى، فعل الماضي اللي هو قضى بمن ينتهي بالحرف العلة الألف. زين، هنا من أحوله إلى أمر
من حوله الى امر شو تصير؟ اقضي اقضي. طبعا هنا شلون احوله الى امر؟ شلون اخلي هنا عندنا الحركه؟ هنا حذفت الحرف العله، خليت كسره. ليش خليت كسره؟ طبعا هنا انا راح اذكر هذه الملاحظات. عند حذف حرف العله نستند الى الفعل المضارع، يعني هنا من حذفت هذا فعل ماضي هو ينتهي بحرف عله، من حوله الى امر راح استند لمن؟ استند للمضارع مالتي، راح استند الى الفعل المضارع وين؟ في وضع الحركات. يعني هنا عندنا الحركات الكسره والضمه والفتحه، هاي شلون خليتها؟ يعني انا من كيفي خليتها؟ لا، هنا راح استند للفعل المضارع في وضع الحركات. اذا كان الفعل المضارع ينتهي بالياء فتقلب الى كسره، واذا كان الفعل المضارع ينتهي بالواو تقلب الى ضمه، واذا كان الفعل المضارع ينتهي بالالف تقلب الى فتحه. هسه راح اوضحها في هذه الامثله. هذه الحركات ما اخليها بكيفي، لا، هنا عندنا قضى. من اريد احذف هذا الحرف العله احوله للمضارع، المضارع مالته يقضي، اذا نهايته شنو؟ ياء، اذا اخلي كسره. هنا عندنا دعا، المضارع مالته يدعو، اذا واو، اذا هنا راح اخلي ضمه. هنا عندنا سعى، المضارع مالته يسعى، اذا الف، اذا راح اخلي فتحه. صار واضح؟ زين، هسه هنا هذا الفعل الامر شنو صار بي؟ انحذف الحرف العله ونضاف حرف، انحذف حرف وضاف حرف، نضاف اليف وانحذف الحرف العله. فهنا أنا بالوزن كذلك راح اضيف حرف واحذف حرف. شنو اضيف؟ اضيف الالف، هذه الالف هذه زائده اضيفها هنا بالوزن. زين، هنا عندنا قضى، قضى مو على وزن فعل، اذا هنا حذفنا الحرف الاخير، اذا راح نحذف الحرف الاخير من الوزن، راح نحذف اللام. فشو تصير هنا؟ افع، اللام تحذف، اللام تحذف، يعني هذا هنا عندنا قضى، قضى على وزن فعل، هذه ثلاث حروف، هذه ثلاثة حروف. هنا من حذفنا الالف راح احذف اللام، فصارت هنا صارت فع. زين، هنا عندنا حرف زائد اللي هو الالف راح اصير افع، فهنا عندنا اقضي راح اصير افعي. صار واضح؟ هنا عندنا ادعو كذلك راح اصير افع، افعو. هنا عندنا اسعى راح اصير هنا عندنا افعى. هنا شنو؟ ضفنا الحرف الزائد بالوزن وحذفنا الحرف الاخير من الوزن. ليش؟ لان حذفنا الحرف الا الاخير. الحاله الاخيره اللي هو اذا كان الفعل ماضي معتل الوسط، يعني الحرف العله اللي هو الالف والواو والياء يكون في وسط الكلمه، فعند التحويل الى الفعل امر تحذف الالف من الفعل ويحذف ما يقابله في الميزان الصرفي. يعني هنا راح نحذف العين، نحذف عين الفعل اللي هي هاي بالوسط، بالوسط هي راح تحذف. واضح؟ مثل ايش؟ مثل هنا عندنا قل، قل هنا هو فعل امر. زين، اريد اعرف من قل شنو المحذوف من عنده؟ ارجع لاصله اللي هو قاله، ارجع لاصله اللي هو قاله، ارجع للفعل الماضي اشوف شنو المحذوف من عنده. هنا قاف، هنا قاف، هنا اللام، هنا اللام، اذا المحذوف شنو؟ الالف. اذا هنا عندنا الحذف هو الالف، صار المحذوف هو الالف، من قل المحذوف هو الالف. ما دام المحذوف هو الالف اذا راح احذف الحرف الثاني من الوزن، يعني راح احذف العين من الوزن. فهنا ايش راح يكون؟ قال على وزن فعله، قال على وزن فعله، هنا القاف تقابل الفاء والالف تقابل العين واللام تقابل اللام. زين، من صارت قل يعني انحذفت الالف، اذا هنا ايش راح احذف؟ راح احذف العين، راح تصير فل، راح تصير فل، راح احذف العين. زين، هنا عندنا سارة، سارة هنا الفعل الامر مالته هو سر، شنو انحذف؟ انحذف الالف، انحذف الالف، فهنا عندنا سارة على وزن فعله. زين، هنا من انحذف الالف شنو راح نحذف؟ راح نحذف العين، فش راح يصير؟ راح يصير فل، سر على وزن فل. زين، هنا عندنا نامة، نامة على وزن فعله. زين، هنا نم، نم هسه اريد اعرف شنو المحذوف من عندها. طبعا قد يجيني بالسؤال اذكر شنو الحرف المحذوف، اذا هنا اريد اعرف شنو الحرف المحذوف ارجع الاصل للماضي. نم
الفعل الماضي هو نامي، اذا شنو المحذوف؟ المحذوف الالف. ما دام المحذوف الالف اذا راح احذف العين اللي تقابله، راح احذف العين اللي تقابله، فنم على وزن فيم. زين، هنا عندنا قامه قم. هسه دا يجيني بالسؤال يقول زل قم، ويعطيني بالسؤال يقول بين الحرف المحذوف. فهنا عندنا قم، اريد اعرف شنو المحذوف، ارجع لاصله، ارجع للماضي. قم الماضي مالته هو قامه. زين، هسه هنا قاف، هنا قاف، هنا ميم، هنا ميم، اذا شنو المحذوف؟ المحذوف هو الالف. زين، قامه على وزن فعله. هنا بما انه الالف انحذف، اذا راح احذف العين، فقم راح يصير على وزن فل. صار واضح؟ هذا كل ما يخص بموضوع الحذف، يعني اما نحذف الفاء من الوزن، او نحذف اللام من الوزن، او نحذف العين من الوزن.